يذهب نحو بطولة أو ربع نهائي هذه البطولة. عادل الحسني الليلة في حراسة مرمى الملك السرجاوي بذكريات الأصدقاء القدامى. صافرة حكم المباراة تأتيكم بقيادة عيسى خليفة حكم ساحة، بينما يعاون السيد محمد العبيدلي كمساعد أول ومساعد ثاني محمد علي هلال، بينما حكم رابع عبد الله الشتري ومخيم حكام هذه المباراة بطبيعة الحال علي سرور. لكن لدينا تشكيلة الفريقين. الوحدة يدخل هذه المباراة في حراسة المرمى راشد علي، في خط الدفاع محمد سالم ريم خالد إبراهيم محمد برغش، بينما في منتصف ملعب المباراة يتواجد طارق الخديم وأحمد العكبري سلطان الغافري محمد الشحي سهيل المنصوري، بينما في المقدمة طبعا مراد باتنا يتواجد في تشكيلة السيد زيركام في مباراة الليلة. بينما على الجانب الآخر لدينا عادل الحسني في حراسة الملك السرجاوي. عادل الحسني بذكريات الأصدقاء القدامى يواجه فريق السابق في هذه المباراة. رباعي خط الدفاع اللي أمامه طبعا علي الظنحاني، عبد الله غانم، محمد جابر، سيف محمد، بينما في منتصف ملعب المباراة يتواجد سيف راشد، وليد محمد، محين خليفة، وجمال معروف، بينما لدينا بالتأكيد فاندر فييرا ومحمد إبراهيم. أجواء جميلة من استاد خالد بن محمد هنا معقل الملك السرجاوي الذي يستعين طبعا بداعي طبعا التجهيزات التي تقام هناك على الملعب البيضاوي، إنزال المدرجات استعدادا للبطولة الآسيوية القادمة لكي تكون البطولة أكثر إثارة أكثر متعة أكثر تشويقا. هنا كرة لمصلحة مراد باتنا. بداية المباراة تيركام في مواجهة عبد العزيز العنبري في مباراة بالتأكيد لن تخلو من ندية، لن تخلو من طموحات في مباراة الليلة. نعم الملوك في مواجهة أصحاب السعادة في مباراة يتمنى من خلالها أصحاب السعادة أن يمضي قدما بالانتصارات على الملك منذ طبعا الموسم الماضي. هنا لدينا فييرا بتمريرة ممتازة إرسال كرة إلى الأمام. مجموعة عموما من الغيابات في قائمة كلا المدربين السيد عبد العزيز العنبري والسيد زيركام. لدينا في قائمة السيد عبد العزيز أو السيد عبد العزيز العنبري نعم سيزار طبعا غائب. لدينا ويلتون، لدينا شاهين، لدينا عيسى سانتو، لدينا بالتأكيد يوسف السعيد اللاعب المنضم طبعا إلى منتخبنا الوطني في قائمة الأبيض الإماراتي. مباراة بالتأكيد يعني لن ينساها بالتأكيد جماهير الملك حينما خسروا في الخطوات الأخيرة باتجاه نهائي كأس رئيس الدولة البطولة المحببة لهذا الفريق يوم أن خسروا بهدف مقابل لا شيء في الخطوة الأخيرة أمام أصحاب السعادة اللي بعد ذلك يعني ذهب لمواجهة النصر العميد النصراوي والانتصار بكأس البطولة. هنا كرة ملعوبة لمصلحة أصحاب السعادة، محاولة تعود لمراد باتنا تسديدة لكن الكرة بتصطد في دفاعات فريق نادي الشارجة. عادت كرة إلى الأمام عالية وطويلة بالرأس ملعوبة، تصل الكرة إلى ريم في وسط الملعب. الوحدة قادم من خسارة، كانت خسارة الديربي أمام زعيم العناوي، بينما الشارجة قادم من انتصار على نفس هذا الملعب بانتصار بالتأكيد أعطى الثقة أعاد الثقة للاعبي فريق نادي الشارجة على حساب الصقور في الجولة الماضية لبطولة الدوري. لكن صفحة بالتأكيد مغايرة تماما هذه البطولة التي يتمنى الشارجة أن يتحصل عليها. الشارجة طبعا حصل على بطولة الدوري، حصل على بطولة الكاس طبعا وهو الملك طبعا المتوج بثمانية ألقاب لبطولة كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، لكن يريد من خلال هذه البطولة اللي يوصل إلى نهائيها طبعا مرة أمام الفريق النصراوي ولكن خسر في تلك المباراة وانتصر العميد النصراوي بلقب تلك البطولة. الوحدة عنده لقب كذلك، لقب هذه البطولة كان على حساب طبعا الشباب، بينما كرة ملعوبة إلى الأمام. محاولة شرجاوية تبادل كرات لمسات على الجهة اليمنى. هنا وليد في محاولة ارسال كرة عرضية لكن تدخل من الدفاعات. عادت مرة أخرى محاولة التخلص طبعا الشارجة غير مع عبد العزيز العنبري. لكن الشيء بالشيء يذكر، معلومة مهمة جدا، تخيل أن آخر انتصار عزيز المشاهد كان للملك الشرجاوي على حساب فريق نادي الوحدة كان في 2000
2015 وكان بقيادة عبد العزيز العنبري. سقوط على أرضية الملعب، نعم كان بقيادة عبد العزيز العنبري. يومها استلم المهمة كذلك عبد العزيز العنبري بداعي طبعا إنقاذ الموسم وإنقاذ الموقف، وبالتالي انتصر على فريق نادي الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف. ذكريات العنبري أمام الوحدة دائما ما تكون سعيدة، وتخيل عزيزي المشاهد على من انتصر عبد العزيز العنبري. نعم انتصر على بيسيرو، حينها كان مدرب لفريق الوحدة في ذلك الوقت، وبعدها أخيف طبعا بيسيرو. اليوم يعني ندور في نفس الدائرة في نفس الفلك، عبد العزيز العنبري وبيسيرو والأسماء التي قادت الوحدة وقادت الشارجة. واليوم الذكريات جميلة لعبد العزيز العنبري. فييرا بالتأكيد تركيز كبير في هذه المباراة، محاولة خطيرة لمصلحة الملك الشرجاوي. مباراة بالتأكيد لن تلعب بهذه الطريقة. تسديدة بتمر إلى خارج أرضية الملعب. إذا الكرة بتمر إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لمصلحة الملك الشرجاوي ملعوبة. ترجع على الجهة اليسرى، محاولة المرور، الكرة مع محمد الشحي. ضغطية موجودة من الدفاعات، عادت مرة أخرى. انطلاقة لمحمد الشحي، إرسال الكرة إلى الأمام عالية. لكن بتتخلص من دفاعات الملك الشرجاوي. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. كرة من جديد. محاولة لصالح فريق نادي الشارجة، انطلاقة لكن تخليص يأتي من أصحاب السعادة. كرة لمحمد الشحي، التمريرة موجودة على جهة اليمنى. كرة ملعوبة في مكان خطير، محاولة خطيرة، إرسال كرة عرضية لكن التخليص يأتي من دفاعات فريق نادي الشارجة. يا الله انطلاقة، فييرا يتقدم، فييرا محاولة خطيرة تبدو، فييرا دائما خطير. فاندر فييرا يرسل كرة خطيرة، محاولة مصلحة الملك الشرجاوي لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب، محاولة كانت ممتازة وانطلاقة كانت حلوة جميلة من فييرا وأكملها سيف راشد في اللقطة الماضية، لكن الكرة بتضيع، الكرة بتضيع. تعود مرة أخرى، محاولات تستمر، كرة لصالح فريق نادي الشارجة، تعود على جهة اليسرى. كرة مرسلة إلى الأمام، مباراة فيها ندية كبيرة بلا شك، يعني كلا الفريقين لا يريدان الخسارة في هذه المباراة بل يسعيان في هذه المواجهة لحصد الثلاث نقاط للدخول في صلب هذه المنافسة. تدخل قوي في اللقطة الماضية ما بين سيف راشد، بينما هنا طارق الخديم، واحد من الأسماء المنتدبة حديثا في السنوات الأخيرة بالنسبة لفريق نادي الوحدة. بينما هنا كرة بتمر ولدينا صافرة من قبل حكم المباراة. هنا مراد بيتنا، اللاعب اللي سجل بالمناسبة في مرمى الملك بشعار فريق نادي الإمارات في الموسم الماضي، لكن هذه الليلة بشعار آخر طبعا بشعار